المحليات التي عرفت بسلالاتها منذ القدم إلى أن أتت في الحاضر لتقدم أيضا إبداعها في هذه الجائزة الكبيرة المنتظرة طوال الموسم لملاك الهجن، حيث أتوا بهذه النوعيات لتقديمها أمام الحضور في هذا المهرجان الكبير وفي هذه الجائزة الكبيرة. نأتي بالمتابعة لدى العشر المراكز المتقدمة، وفي المركز الأول تتواجد هملولة سالبة كرامة بن عيضة العامري، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. هنا وصلت في هذه اللحظات، تقدمت كذلك بغداد محمد بن حزمي بن قناص العامري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع، هذه هيبة أحمد بن معيوب بن كدش العامري يتقدم ثالثا ورابعا. تتواجد في هذا الانطلاق هي منحاف محمد بن مطر بن السيل العامري، بينما المركز الخامس تدخلت في هذه اللحظات أو وصلت في هذه الانطلاقة إلى المركز الثالث هي أيضا ملازيم علي بن راشد بن غانم المنصوري، يتقدم بن دري في هذا الانطلاق مباشرة إلى السادس، حيث تتواجد كذلك أيضا جلد مطر بن السيل اليبهوني. المركز السابع بدأت التحركات من المراكز الخلفية، هذه الشاهينية سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم في المركز السابع. المركز الثامن لمحة جمال بن غانم بن علي المنصوري، بينما المركز التاسع هنا تتواجد كذلك مشاهدين الأعزاء شواهين حمدان بن عبد الله بن محمد الشامسي. المركز العاشر تأتي أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع هي سمحة أحمد بن علي بالأصلي الشامسي، يأتي في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى، هذا الملتقى الحقيقي، هذه هي المهرجانات الكبيرة المنتظرة التي تمناها ملاك الهجن لتحقيق الناموس فيها بهذا الدعم اللامحدود بالجوائز المجزية التي تأتي جديدا في هذا الموسم، حيث قدمت أيضا الجوائز الباهظة والمرضية لملاك هذه الأصائل. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى من تقود الشوط، إلى من تتواجد بأمل كبير لتحقيق المركز الأول في هذا الانطلاق. هملولة سالم بن كرامة بن عيضة العامري يتقدم إلى الصدارة ويقود الشوط. بغداد 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 محمد بن حزم بن قناص العامري يصل راعي قمران في هذا الانطلاق، أحد الحاضرين في هذه الأمسية يتقدم بوجود بغداد خلال هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث وصلت أيضا ملازيم علي بن راشد بن غانم المنصوري يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع هذه هي أيضا تتواجد هيبة أحمد بن معيوب بن كدش العامري، يأتي مع المركز الرابع. تحركت الأسماء كيلو وين فقط، كيلو وين عن خط النهاية، وتصل جلد مطر بن سيل اليبهوني يتقدم بطيارة اليبهوني إلى المركز أيضا الخامس في هذا الانطلاق. المركز ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء السادس، تصل ايضا في هذا الانطلاق من حاف لمحمد بن مطر بن السيل العامري، يصل في هذا الانطلاق مع ايضا المركز السادس خلال هذه اللحظات. المركز السابع لبن عميره وهي ايضا الشاهينيه سلطان بن حمد بن مطر بن عميره، بينما المركز الثامن باول نداء لها بتدخلاتها السريعه شواهين منصور بن صالح بن عبد الله العامري يتقدم في هذا الانطلاق. كذلك تصل ايضا مشاهدين الاعزاء شواهين حمدان بن عبد الله بن محمد الشامسي، وايضا هنا بالهويمل يصل مع وصول ايضا وانطلاقه مرعوشه صالح بن احمد بالهويمل العامري. هذه العشر المراكز الاولى متقدمه في هذا الانطلاق. تحرك الشوط بثقله، تحرك الشوط بقوه اللقايه وابداعها المعروف بالسرعه. 1200 اللوحة التنبيهية والتذكيرية لكل الأخوان المضمرين، ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل. ملازيم ملازيم علي بن راشد بن غانم المنصوري يتقدم إلى الصدارة، يبدأ بافتتاح الكيلو متر الأخير. هذه هي بوابة الكيلو متر الأخير، وبانت منصة الوذبة، وبانت منصة الوذبة، ظهرت الأمتار الأخيرة. بدأ الكل يحرك أيضا من مركز إلى مركز متقدم. هذه هي هملولة
طالب الكرامة بن حيظة العامري وكذلك بن حزمي ياتي مع بغداد. محمد بن حزمي بن قناص العامري خذت المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع. هنا بدأت التدخلات أيضا بانطلاقة هيبة أحمد بن معيوب بن كدش، ولكن بحرين فهد بن محمد بن علي بن فاضل يتقدم مع وجود بحرين، ولكن شوف المركز الاول من فرده انفراد كلي ما عليها اي خوف. جولة الاوامر الاخيرة بنطقت هذه الاعلام المرحبة بها الملاك هذه الاصائل وبهذه الاصائل حيث تتقدم ملازيم منشولة يا راعي ملازيم، حرك الالي وروح، حرك الالي وروح نحو الفوز والناموس. ملازيم علي بن راشد بن غانم المنصوري ياتي مع المقدمة، ياتي مع الإبداع بانطلاقة ووجود هذه النوعية المنفردة عن كل الأبكار المشاركة. هذه ملازيم تبدع في أمسية هذه الليلة، تأتي بالفوز والناموس. حضر أيضا هنا المنصوري علي بن راشد بن غانم المنصوري ياتي بالفوز والانتصار بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع. بينما المركز الثاني كانت بحرين فهد بن محمد ايضا بن علي بن فاضل، والمركز الثالث هي ايضا كانت تملول سالم بن كرامه بن عيض العامري. المركز الرابع كانت بابل لعلي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري، وخامسا بغداد. اتت في المركز الخامس محمد بن حزمي بن قناص العامري. هذه لحظات الحماس تعاد امامكم عبر قناه ياس الناقله لهذا الحدث. هذه لحظات الوصول الى خط النهايه. ملازيم بطلت شوط الثالث عشر للابكار المحليات الاصائل، حيث كانت بثقه كبيره منذ هذه الانطلاقه الى خط النهايه لتعلن ايضا بشعار علي بن راشد بن غانم المنصوري لك التهنئه على هذا الابداع والانطلاق بتوقيت زمني مقدار 7 دقائق 18 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالكها علي بن راشد بن غانم المنصوري المركز الثاني. كانت ايضا بالانطلاق وبالابداع بتوقيت زمني، حيث حلت بحرين فهد بن محمد بن علي بن فاضل وسجلت 7 دقائق 24 ثانيه جزء واحد من الثانيه. المركز الثالث كان الانطلاق ايضا من هملوله سالم بن كرامه بن عيضه العامري، حيث سجلت ايضا هملوله توقيت زمني مقداره 7 دقائق 25 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقه شوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا هنا المنطلق هو الشوط الرابع عشر، هو الاخير في مجموع اشواط